بعض الناس بتشوف اللون البني لون كده ممل شوية، على الرغم ان هو لوني المفضل، بس دي قصة تانية خالص. لكن هي الفكرة انك تحاول تختار الدرجة المناسبة للون البني وتوظفها بالطريقة الصح. وسواء كنت من الناس اللي بتحب العيش المحمص او حتى البسكوت، فما تقدرش تنكر ان من اسباب حبك ليهم بالاضافة لطعمهم طبعا هو درجة اللون البني اللي حضرتك بتشوفها، واقصد هنا اللون العسلي. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم محمد سامي. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن درجات اللون البني، وهنركز قوي على درجة اللون العسلي. بس قبل ما نتكلم خلونا ندردش شوية. في ناس، بعض الناس مش كلهم، بتظلم اللون الاصفر وشايفاه انه لون عادي ومش سهل ان احنا نستخدمه. كمان في ناس شايفة ان اللون البني لون داكن وخلاص راحت عليه. علشان كده عايزين نحمس الناس اللي ما بتحبش اللون الاصفر او حتى درجة اللون البني الداكنة، ونخليهم فريق متحمس جدا للون الجديد بتاعنا اللون العسلي. طيب تعالوا كده نشوف اللون العسلي. اللون العسلي عبارة عن لون برتقالي لكن له خصائص ترابية. لون حقيقة راقي جدا، حيادي، دافئ، بالاخص لما تستخدمه في الديكورات الداخلية بيعمل جو مريح جدا في البيت. وبما ان العسل عادة بيكون موجود في المطبخ، لذلك ممكن تستخدم العسل، واقصد هنا الدرجة اللونية، في البيت في اي مكان بسهولة. واخد بالك ان اللون طلع معرفة قديمة فمش هنستغربه، واعتقد ان اللون هيكون مناسب جدا في دهان حوائط غرف المعيشة. بيتناسب جدا مع اللون الاوف وايت، اللون الابيض، الازرق، وتكون طبعا قطع الاثاث باللون البني او درجات اللون البني زي اللون العسلي. كمان بيمشي جدا مع اللون الرمادي، وفي عالم الموضة والازياء اللون العسلي بيمشي جدا مع اللون الازرق، اللون الابيض، اللون الجملي، اللون الاسود، واخيرا اللون البرتقالي. هنشوف مع بعض دلوقتي خطوه خطوه ازاي نكون اللون العسلي ودرجات اللون العسلي او درجات اللون البني خطوه خطوه وبسهوله جدا. يلا بينا. زي ما اتفقنا هنشتغل على 100 جرام من البلاستيك الابيض، وهنستخدم اللون الجملي الاصفر الجملي. هنستخدم 2 سنتي، يعني 2 سنتي مع البلاستيك الابيض 100 جرام، وهنحتاج 2 سنتي من اللون البني. دول اساس اللون العسلي، اصفر جملي وبني، نفس النسبه 2 سنتي 2 سنتي مع ال 100 جرام من البلاستيك الابيض. تعالوا نشوف خطوه خطوه كده. هنضيف اللون البني مثلا في الاول، بعد كده هنضيف اللون الاصفر الجملي، وباي قطعه خشبيه نبدا نقلب. شايفين جمال اللون البني؟ الحقيقه انا بحب جدا اللون البني ودرجاته. زي ما حضراتكم شايفين اللون بيتكون، طبعا هو ده اللون العسلي الفاتح. هوري حضراتكم ازاي نغمقه، يعني دي افتح درجة من العسلي، وبما ان العسلي درجة من درجات اللون البني فدي افتح درجة في درجات اللون البني اللي هي العسلي الفاتح. عندنا الدرجة دي، ممكن نزود تركيز اللون البني شوية. ويبقى عندنا الدرجة دي. طبعا الإضاءة هتفرق كتير جدا في إظهار اللون. نزود تركيز البني تاني. دي درجة برضو. ثلاث درجات تحس انهم مقربين جدا من بعض، لكن في فرق الحقيقة. ممكن نضيف نقطة من الأسود. درجة تانية. كل دي درجات اللون العسلي، وعلى فكرة كمان ممكن نضيف لون أحمر وندي درجة جديدة للون العسلي. كل دي درجات اللون العسلي أو ظلال من درجات اللون البني.
ممكن نزود الاسود تاني. دي درجة، وممكن نضيف اللون الأحمر عشان نجيب درجة جديدة. دي درجة جديدة برضو. كل دي درجات اللون العسلي اللي هي درجة من درجات اللون البني. ممكن نزود الأحمر شوية. ممكن أزود اللون الأورنج. بكده حضراتكم نكون كوننا أكتر من درجة من درجات اللون البني، منها درجة العسل الفاتح، العسل الأغمق، الأغمق شوية، وصولا إلى كل درجات اللون البني. معظمها الحقيقة كوناها، لكن كلامنا النهاردة كان على الأساس هو اللون العسل الفاتح اللي قدرنا نكونه من مكونين اللون البني واللون الأصفر الجمالي. أتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم من الحلقة، ونبدأ نجرب ونخلط الألوان ونشوف ألوان جديدة ودرجات جديدة ومختلفة. هكون سعيد جدا اني اشوف تعليقات حضراتكم وارائكم على الفيديو. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.